السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة بريكولاج شمارة. كما وعدناكم غنديرو فيديوهات على الغسالة ديال الأواني أو غسالة الممعن. اليوم إن شاء الله عندنا جوج غسالات، غسالة ويربول لاسيان وعندنا هادي لينوفو. شوية هاد الغسالات خدامين بجوجهم، خدامين مزيان، ولكن بغينا نكتشفوا الأعطال ديالهم. الفيديو ديال اليوم غيكون على الديبيمتر ولا الايرور اللي كطلع، والايرور اللي كطلع الديبيمتر. ان شاء الله غنشوفوا كيفاش يمكن لينا نكتشفوا ان الديبيمتر فيه مشكل. شنو كتافيشي لينا هنايا في لافيشور ملي تيكون شي عطل؟ شنو هو الايرور اللي كطلع؟ غنشوفوا الغساله هي. ماش كتخدم عادي، ما كاينش مشكل. ولكن ها هي دابا غنحيدو لها الديبيمتر، هذا غنحيدو الفيش، غنشوفو الايرور اللي غطلع عندنا ماشين هادي في هاد الديبيمتر هذا. ديرو مارش، الكابل اللي حيدناه ديال الديبيمتر ديالنا، ونشوفوا الايرور اللي غيطلع في لافيشور اول ما تيدخل. الايرور طلع اف ان ما كتشوفو اف ان اف 6. السلام عليكم. السلام. دابا راه دابا عاودنا ركبنا الكابل هذا في بلاصتو، وغنبقاو غير مع المشكل ديال الماء هو اللي هو نحيدوه. غنديرو قبل ما نديرو امارش غنسدو الماء، ونديرو امارش وغنشوفو الايرور اللي غيطلع علينا هنا. كما كتشوفو دابا الالكتروفار راه خدام ولكن ما كيدخلش الماء. غنشوفو الايرور، هاي عطات ايرور، نفس الايرور ديال الالكترو ديال الديبيمتر، هو ديال الالكتروفان. كما كنشوفو اف 6 تيكون اون سيري مع الديبيمتر. لذلك الى عندك مشكل ديال الماء، يقدر يكون عندك تيو مخنوق، يقدر يكون عندك مشكل ديال الالكتروفان، يقدر يطلع لك هذا الايرور هذا. لذلك كان هذا هو الفيديو الاول على الاعطاب ديال لافيسيل، وكان معنا المشكل الاول هو الديبيمتر، وغنمشيو ايطاب بايطاب تنكتشفوا جميع